خويا الحكومه عندنا راه تكرفصت علينا بزاف، راه شي كثير هاد الاسعار، ورمضان جاي ان شاء الله، واش الدرويش ما غايصغب صفوف ما غايدير حتى حاجه، هادشي راه كثير، هادشي حشومه، وديروا شي حاجه صاحبي، درنا شي حل صاحبي، دابا قطع عطينا الشفوي، هادشي راه كثير، هادشي عطيونا شي هاد الاجور ديال الخدام، والخدام خدام 70 درهم مسكين، فاش شفتو كيتباهى راه والو، راه تحطم مسكين، ورا الناس هاكاريه، والناس جايه مهاجره من بلاد لبلاد، كاين اللي جا من اسفي، كاين اللي جاي من الشماعيه، كاين اللي جاي من الغرب، كل واحد الناس سمحت في بلادها، راه ما بقى عندهم لا الشتا، الشتا راه تاثرت عليها بزاف هذا العام، هادشي راه كثير عينا، حنا كنا نعيشوا هذا الشتا ديال الامطار ديال الخير ديال سيدي ربي، وهذا العام راه ما كاين ما يدار، تاثر عينا، وين خصكم تنقضوه هذا الشعب تنقضوه، اقرب وقت، بلا ما وقفت به السفينه صافي رجع البركه. والزيت هادشي الزيت هادكا غالي، هادشي ديال المواد، الناس بغات تصغب الصفوف هاد العام، بغات تصغب هادشي ديال رمضان، غنصيبو مشكل فيه بزاف، نقضوا حاولوا تنقضوا هادشي، الحكومه راه خصها تحرك شي شويه، ماشي تعطيونا هادشي الشفوي، عطيونا شي حاجه تكون ضروري، خصها تكون شي حاجه ايجابيه، ماشي شي حاجه، فهمتي ولا لا؟ نطلبوا سيدنا يتدخل في هادشي، فهمتي؟ حنا مابقيناش نثقوا في الحكومه كاع، صافي حتى حاجه بقات هامانا، حنايا حتى شي حكومه بقينا نثقوا فيها، يعني ديروا شي حل هاد الشعب، راه الدرويج ماشي قضية هذا، مسألة الناس الأغنياء راه ما حاسش واحد المضرة، راه الشعب مسكين اللي داخل ب 70 درهم نهار وتا 15% 16% تيدخل للحانوت تيبغي يتقدا ولا شي حاجة ما تيلقاش باش يتقدا والو، تيخدم النهار ديالو تيجي تيسالي هاك الساعة تيبغي يخلص كرامة تيسيب ما يخلص مول الكرامة تيسيب باش يخلص الضوء والماء، يعني حاولوا ديروا هادشي نطلبوا حنايا عاجلا سيدنا يدخل في هذا المشكل ديال الشعب ديالو، راه الشعب المغربي راه وصلت فيه العظم. انا كنت تنمشي لنزكان تنمشي ب 600 ريال، دابا وليت تنمشي ب 1000 ريال، راه صافي طحنا متنا، قتلونا هاد الناس هادو، اش غادي نديرو؟ ما كاين ما يدار، تنمشيو لنزكان تنلقاو الغلا، تنمشيو نديرو ليسونس تنلقاو الغلا، ايوا اش غادي نديرو؟ هاد الشيء راه بزاف علينا، الحوانت، المواد الغذائيه، تنموتو وطحنونا، العام اللي جا طيحنونا. قتلونا ما خلاو لينا والو، حنا تنمشيو لنزكان ب 600 ولينا تنمشيو ب 1000 ريال، الليمون تنجيبوه، الخضره، كلشي الغلا، ما كاين ما يداه، صافي راه الفارم ما كاين فين يخدم بنادم، ماطيشه 120، كلشي غلا، راه ما كاين ما يدار، صافي راه قهرونا طحنونا هاد الناس هاد. حيدنا العداله، درنا الحمامه، الحركه الشعبيه، درنا بزاف ديال الحوايج، واحد دابا المشكل البشر كان مرت في الكورونا، داز المشكل ديال الكورونا، جا هادشي ديال الجفاف، جا الاسعار، يعني بنادم راه وصلت فيه العظام، خصكم تحاولوا اصاحبي تنقضوا هادشي، راه بزاف هادشي، هادشي راه كثير هادشي، راه غادا بينا الوقت، وتحركوا عباد الله، تحركوا الحكومه، وهذا علاش حنا كنقولوا حنا دخل فينا شي حاجه، خصني دخل فيها رئيس الحكومه هو اللي خصو، علاش حنا صوتنا على هاد الحكومه اللي زدنا بها قدام وما دارت معنا والو، وراه حاولوا اصاحبي تجمعوا وحاولوا تنقضوا هاد الشعب ديالكم اصاحبي، راه غادي البشر غادي في واحد الهاويه كثيره بزاف، وراه دابا الخبز كان تيدير 1 درهم هو تيدير 2 درهم، وراه بزاف، راه المشكل هاد الشيء راه ديال الاسعار، راه الدرويش مسكين واكل الشعر، راه اللي غاني راه ما داهاش في الدرويش، راه ضروري ممكن خصكم تحركوا اقرب وقت، فهمتي ولا لا؟ هاد الشيء راه بزاف اخوت، ونقول روح، هاد الشيء راه كثير بزاف. انا بنتسنى هادي سؤال دوك الناس اللي كيقولوا اخ نوشير حال. هاد الزياده راه بدات فاش بقات شهر الانتخابات والناس كتشد في 4000 ولا 2000 وما مسوقاش للزياده، دابا تا بانت ليهم كلاو ديك 4000 ما بان ليهم والو كيقولوا اخنوش، واش اخنوش اللي مسوق كيتبن في الغرب دابا نيت كتبن عباد الله داير 960 كان ب 460 زاد فيه 500 ريال، ما كاين اللي مسوقو، اخنوش اللي مسوقيه في الغرب كيدخلوا لينا، واتقوا الله في عباد الله مالي اللي عندهم شويه، واش الجزائر كتمشي للسوق دابا كتلاقى العجل 160000 ساوي مليون ونص، والبقري ديما داير عندنا 70 درهم، وكيقولوا لك مثال وقت لا الجفاف لا، الله يهديكم الناس. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.